نرحب بكم، برحب معالي وزير الثقافة، مرحبا بك بكل الشخصيات وبكل الفرق الموجودة. في كلمتين نحب نقول اللي سهرة اليوم هي سهرة افتتاح، لكن أيضا سهرة تكريم للفنانين السوريين، وذلك علاش اخترنا أنا وسناء باش سهرة الافتتاح هذه تكون سهرة نشطها فرقة الكندي، مجموعة الشيخ داود ودراويش دمشق، لأنهم قبل كل شيء من أرقى ومن أكبر فرق الموسيقى الصوفية والموسيقى الروحانية، أسسها صديقنا المرحوم جلال الدين فايس اللي تعدى عدة مرات في النجمة الزاهرة في برنامج موسيقات وتعدى في مهرجان المدينة. فتكريما لروح صديقنا فايس أيضا، فرحب بكم ونشتش نطول وباش نعدي الكلمة إلى سنة رستم مديرة المهرجان. السلام يعني كيس، يعني محبة، والأرواح كلها سلام ومحبة، هذاك عليه روحانيات ملتقى الأرواح، هو المكان اللي تجمعت فيه الأرواح الكل على كلمة واحدة، على الحب، حب الآخر، الاحترام، احترام الاختلاف، الإخوان، كلنا إخوان، البلدان العربية والبلدان كل إخوان، اللي حب ما نجمش يضر، اللي حب ما نجمش يقتل، اللي حب ما نجمش يحارب، وروح ما تعرف كانت حب، هذاك عليه احنا فرحانين اللي انتم معنا في روحانيات. يا ربي يا روحنا كلها تتعبى محبة وتتعبى رحمة وكلنا نرجع واحد. شكرا. Merci Sana. Je vais juste dire quelques mots de bienvenue à nos amis français ou francophones. Je veux saluer tous nos amis qui sont ici et leur dire que ce festival Rouhaniyat Mystic Fest, dans sa deuxième saison, nous l'avons appelé Mawsem El Ashq Season of Love. Comme a dit Sana, Rouhaniyat c'est l'amour, wa ashq Allah, wallahu jamil wa yuhibbul jamal. Merci à vous d'être là. Ce festival, nous l'avons fondé, Sana et moi, pour essayer de contribuer par notre modeste participation à transformer l'image de ce pays que nous aimons tant. La Tunisie a toujours été depuis des millénaires, depuis Carthage, un pays de